Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul araytum ma tad'una min dunillahi. Aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin wa man nadallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafurun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa'u wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru bil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftara. Qul inni faridhu fala tablighuna li min Allahi shay'a wa'lamu bima tufidhuna fihi kafa bihi shahidan bayni wa baynakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'ilu bi bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Qul la ra'aytum in kana min 'indillah qul ara'aytum in kana min 'indillah wa kafaratum bihi وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا حشر الناس كانوا له أعداء كانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأحقاف آيات 6 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 baris. Wa idza husyira an-nasu kanu lahu a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو غفور رحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الأحقاف آيات 1 آيات 6 sampai 9 7 baris juz ke 26. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الأحقاف آيات 7 sampai 6 sampai 9 juz 26 surat ke 46 ayat 6 sampai 9 7 baris. وإذا حشر الناس كانوا له أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الأحقاف آيات 6 7 8 9 7 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم والله وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل في بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما katakanlah terangkanlah padaku bagaimana pendapatmu. Ila husyirun nasi isika sembilan. Katakanlah Muhammad aku bukanlah Rasul. Sembilan. Enam. Dan bila manusia dikumpulkan wa ila husyirun nasi pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. تنبيه kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami. وإذا تتلى عليهم آياتنا orang-orang yang kafir berkata lil haqqi lamma ja'ahum ketika kebenaran itu datang kepada mereka lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin.
وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتروه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو غفور رحيم Bahkan mereka berkata, dia Muhammad telah mengada-adakannya. Al-Quran, katakanlah jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran. Itu cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Cukuplah dia Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia maaf. أم يقولون افتروه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يحى إلي وما أنا إلا نذير مبين سبحان katakan Muhammad aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan padaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. وَإِذَا أُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يحى إلي وما إن أتبع إلا ما يحى إلي وما